نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين الفضائية، أهلا بكم. أثنى رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي على التضحيات والبطولات الكبيرة التي قدمها أبناء الضلوعية في القضاء على إرهابيي داعش وتعزيز اللحمة الوطنية والمحافظة على السلم المجتمعي كبوابة استثنائية لتحقيق الاستقرار وضمان العيش المشترك، مؤكدا خلال استقباله وفدا يمثل محافظة صلاح الدين برئاسة النائب الدكتور قتيبة الجبوري ومحافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل وقائد شرطة المحافظة اللواء قنديل خليل أهمية إنهاء أزمة النزوح وعودة المواطنين إلى مناطقهم للمشاركة في الدفاع عنها وتعزيز التعايش السلمي فيها بما يقضي على الفكر المتطرف ودعاة الفتنة ولضمان استقرار البلاد، مشددين على أهمية توحيد الجهود والإمكانيات لإعادة إعمار المناطق المحررة وتدوير عجلة الاقتصاد وطي صفحة الإرهاب بكل تفاصيلها.